قصرك. حرام عليك يا راو، حرام عليك يا سمير. اضحك الرب يا سمير راو. والله ربنا انا مش باش يسامحك على اللي عملته في الكل سمير. والله ربي مش باش يسامحك. خشا مات لك انا توا كان لك في قلوب الناس ما في الحكايه كان تخمم معاكم. قلت لك انا امر ربي سبحانه باش يحافظ. انا ما عادش باش نحكي معاك، مش باش نتصرف معاك خويا. خلينا تعرفش كيف، خلينا بالقدر نمارس بهامتك بعيد. انا عارف امورك، علاقتك انت باش لاغمك في الضمور. اقسم بالله كما جيش حرام توا واحد يقوم يدخلك. تعبني خويا، تعبت انا. بالله ريتو كيفاش، ريتو كيفاش ديما تحبطوا فيا. توا انا مثلا عندي لوجيك في مخي. ريتك اللي عملتوه هذا كل، انا مش نقول لكم راه حتى شيء. شنو انت عندك حاجه باش تقولنا عليها؟ عندي حاجه، خطرت الحكايه اللي تحكوا فيها هذه كل مش لوجيك. انا لقيت لوجيك في مخي. وبصراحه انتم ما تشجعونيش باش انا نعطيكم نصيحه. ماك نرفزتني سمير، ماك نرفزتني خويا. ملي عمري 6 شهور راك وانت تعمل لي كي وطيش في قلوب اخي. والله ما سخت لي الفاسد سمير، خصهم دري انا تفتف. راه في امور ما تجيش سمير يا خويا. تتكلم تقعدش مع بيت تفلو في وجهه وتصندر لي المره فاتت في وذني فقت النحي في الصوت. فما امور فهمت. قول لي عندك حاجه معلومه قول لي عليها. انا هكاك انا كي نبدا نخمم تجيني تجيب القلوب. فهمتني كيف هكاك كي نبدا نخمم تجيني كل مره تخمم تفتف الاصبح. المهم اعطينا حل اللي قلت عليه للمشكله. شنو هو الحل؟ باهي دراجون مو ظريف ولا ظريف قاموره وي افتتت باهي. خلينا نكمل اللوجيك. مادام هو ظريف دونك المنقلة ذي ما لازمش يلبسها في دي، وبالتالي المنطق شي يقول كي ما يلبسهاش في دي يعمل عزيمته. يعمل عزيمته يلبسهاش في دي. سمير برسمك اخزر غادي شمر التالي. اقسم